السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقاء مجددا في فيديو اليوم اللي نتكلم فيه عن أداة إيكوم هانت. في الفيديو السابق كنت أتحدث عن إيكوم هانت النسخة المجانية، اليوم سأتكلم عن النسخة البرو. النسخة البرو يا أصدقائي مختلفة كثيرا عن النسخة المجانية. أول الأشياء التي نلاحظها هي أنه في النسخة البرو يعطيك 4 منتجات، سيمر عليها على الأقل 5 ساعات قبل أن تظهر لك. مثلا هنا نرى أو 4 منتجات، لو تجد حاليا في إيكوم هانت النسخة المجانية لن تجد هذه المنتجات. منتجات هي هذه 1 2 3 4، أعتقد في النسخة المجانية هذين المنتجين يظهران، هذين وما أسفلهما. هذا هو الفرق الأول أصدقائي. الفرق الثاني أنك يمكن تضغط على show me the money، مثلا نختار هذا المنتج show me the money، مشكل صغير في الانترنت. حسنا، بعد أن ضغطنا على show me the money ما حصل هو أنك تدخل إلى الداتا الخاصة بهذا المنتج. يمكنك ربطها يمكن ربطها بمتجرك في شوبيفاي خاصية امبورت شوبيفاي، تقريبا تمام مثل اوبرلو. داعي لهذا يعطيك اولا قيمة المنتج، طبعا هذه القيمة ليست يعني كل بائع يبيع بالثمن، هناك من ستجد يبيع ب$0 مثلا، لكن شيبين 1.84. قيمة المنتج يقول لك الثمن الذي ينصح به أن تبيع به، وبروفيت مارجن. طبعا البروفيت مارجن يجب أن تنقص الكوست بير بيرتشيس، يعني قيمة يعني الثمن الذي دفعته للفيسبوك تحصل على المبيع. هناك أيضا يمكنك أن تنسخ هذا الديسكريبشن تضعه في متجرك. أنصح أيضا أن تضع بعض جيف ايميجز، يعني صور متحركة للمنتج في الأسفل فيديو مثلا يريهم كيف يعمل. هذه هي الطريقة التي تحب فيها أن أضع هذا المنتج، يعني description للمنتج. كذلك أحب أن أذكر كيف سيساعدهم هذا المنتج عوض الخاصيات، لكن هذا description جيد في نظري. أهم شيء هنا أصدقائي سيريكم رابط لمنتج على علي إكسبرس. أوقف حتى لا أخرج من الصفحة. كنا فتحوا رابط الألي إكسبرس في مكان آخر، في ألي بابا، في أمازون، في إي باي. يعطيك رابط لمتجر يبيع هذا المنتج، أيضا الفيسبوك آد. أصدقائي الطريقة التي تعمل بها الأدوات مثل إيكوم هانت هي أنه يتجسسون على حملة الفيسبوك، يأتون لك بمنتجات تكون تحقق نجاحات، أو مثلا تكون في ترند، يعني حصلت عدد قليل أو كثير عدد كثير من اللايكس أو شيرز أو مشاهدات في مدة قصيرة. هذا ما يحصل. ثان هنا ترى هذا المنتج على ألي إكسبرس، في إي باي بقي يبيعه في إي باي، أحد المتاجر التي تبيع على شوبيفاي. ترون هنا ريفيوز، لا أعرف إن كان لدي ريفيوز، ربما فقط يجب انتظار قليلا ليظهر ريفيوز، لكن لا يهمنا ذلك حاليا. هناك أيضا فيديو، هنا الفيديو الذي يبدو فيديو جميل صراحة، جميل جدا. حسنا أعتقد أنه جيد نوعا ما، يعني أطلق هذا الفيديو في 29 شتنبر بعد مرور 8 أيام، جمع 53 شيرز، أعتقد جيد. حسنا يمكنكم أيضا تحميل هذا الفيديو، نسخ هذا الرابط هكذا،
ذهب إلى أحد مواقع مثلا اكتبوا في جوجل فيسبوك داونلودر، يمكنكم تحميل هذا الفيديو، بعدها يمكن التعديل مثلا إن كان هناك لوجو تريدون تغطية عليه وغطوا عليه، أي كتابة لا تريدون غطوا عليها في حل برامج مثل الكامتازيا. حسنا، عدا ذلك الخاصية التي أحببت هنا هي فيسبوك أدز تارجتنج، يعطيك هنا التارجت التي بالنسبة للأشخاص الذين لغتهم ليست قوية يمكنكم الاعتماد على هذا التارجت، لكن احذروا من البوتنشال ريتش. أنا صراحة أحب العمل بريتش، هذا هو يعني عدد الأودينس الذي يمكن أن تصل إليه إن قمت بهذا التارجت. هنا 250,000، من الأفضل أنصحكم بمليون فما فوق. لماذا؟ لأن السي بي إم سيكون أقل، كذلك سيكون هناك لماذا سيكون سي بي إم أقل؟ لأنك لا تتنافس مع في أعلى مساحة صغيرة التي هي فقط 250,000، لكن هناك مساحة كبيرة، بالتالي كل ما كبرت المساحة يعني كل ما كبر potential reach هنا، كلما كان سي بي إم أقل. كذلك نفس الوقت يكون هناك إمكانية كبيرة للسكيلين، يعني لا يمكن أن تقوم بسكيلين كبير في potential reach لديه فقط 250,000 مقارنة مع مليون فما فوق. صراحة لدي كان لدي audiences كثير يعني مربحة كثيرة، في حجمه كان يتجاوز 30 مليون، أقسم بذلك. التارجت هنا ما يقوم به هنا هو ناروين، يعني يقوم باستهداف الواين، سباركلين واين، يعني يقول يجب أن تكون مهتم بالواين، وأيضا يعني التارجت الخاص بك يكون مهتم بالواين الذي هو يعني الشراب، شراب فاخر كحولي طبعا، ويجب أن يكون أيضا مهتم بهذا النوع من الشراب سباركلين واين، وأيضا مهتم بأحد هذه الأشياء سواء ريد واين، وايت واين، واين بار، واين كلوبس. أعتقد كان أفضل أن يوزي مثلا سباركلين واين سيكبر أودينس. المهم فقط نصيحة بسيطة، يمكنك أن تجرب أي شيء أردته. هذه بالنسبة للتارجت. هذا يوجد أيضا، هل هي نفس الصورة؟ بس متأكد، نعم نفس الصورة. حسنا، يقول لك الأيج رينج الذي ينصحك بالتارجتين الخاص به، طبعا هذا الشيء هو الشيء المذكور هنا أو الانترست هنا. يعطيك أيضا بعض الانفلونسرز، انستغرام انفلونسرز الذي يمكن العمل معهم، 92,000 فولوور، 19,000 فولوور، 28,000 فولوور إلى آخره. فقط هل يمكن الاعتماد على هؤلاء الإنفلونسر؟ لا أستطيع أن أجيبك على ذلك صراحة. العمل مع إنفلونسرز يسمى شوت إن ذا دارك، شوت إن ذا دارك يعني يمكن أن تنجح يمكن أن لا تنجح، يعني تقريبا مثل القمار. بينما في فيسبوك أدز هي نفس الشيء، ولكن في فيسبوك أدز تتحكم في من تستهدف، يعني يبقى كل شيء يعتمد على الماركتين الخاص بك. لكن طبعا هناك أشخاص توفقوا كثيرا مع انستغرام انفلونسرز. كنت تستعمل مع انستغرام انفلونسرز، ضع البيكسل أولا حتى يجمع الداتا. هنا منتجات أخرى موضوعة، من أرض ترى شو باير ريفيوز، يعني ريفيوز للناس الذين اشتروا منتج، لكن من علي اكسبرس يقول لك عدد الانجيجمنت يعني رياكشن شيرز كومنتس الذي حصل عليه الاعلان. مثلا لا شيء، يعني فقط يذكر لك ما هي المعلومات المتوفرة هنا. هذاكم ما في العالم تكلم عن الدعم، اضغط هنا سيف يعني لترى لاحقا هذا المنتج، اضغط هناك ايضا. سلام، نفس الشيء نفس الشيء بالنسبة لمنتجات اخرى، تضغط عليه ترى نفس الشيء، تارجتين سيف يعني امبورت الى المتجر. ساتوريشن كوركتر لا يمكن ان نحكم عليه، ما يقول لك ان كان هنا يعني ساتوريشن انسبكتور، يعني هل هناك منافسة على المنتج؟ لا استطيع ان اقول لك ان هذا جيد ام لا.
يقول لك أحد اهتمامات، هذا منتج للأطفال مثلا، يقول لك هما الاحتمالات: parents with early school، صدقني هذا interest جيد جدا، interest الذي يضعونه هنا هو جيد، يعني آباء الذين هم لديهم أطفال بين 6 و 8 سنين، بين 3 وبين 5 سنين، أعتقد هذا هو الانترست. تقوم مثلا حملة purchase، يعني لا يمكن تفلسف أكثر من ذلك، هذه هي الطريقة. الـ audience size جيد جدا، طبعا يمكن العمل مع باكيت كونتريز ليس فقط أمريكا. انستغرام انفلونسرز، لا صعب انستغرام انفلونسرز، لكم في امستر، هذا كما في لا عدا ذلك كل شيء متوفر في، يعني ما عدا هذه المعلومات هنا كل شيء اخر متوفر في النسخة المجانية. اتمنى يكون قد افادكم الفيديو، ساضع لكم رابط تسجيل في ايكوم هاند، تسجلوا فيه سواء ان ما اردتم النسخة المجانية او المدفوعة، كما قلت المدفوعة ستجدون هذه المعلومات، هذه ستلاحظون عندما تسجلون. كذلك يعطيك 4 منتوجات لا تظهر للناس، يعني ستظهر للناس الذين في الخطة المجانية أو بلان مجاني لاحقا، ولكن ليس في ذاك الوقت. أتمنى أن يفيدكم الفيديو، ومع السلامة إن شاء الله.